السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. حأستعرض معكم بهي المحاضرة نظرة سريعة للباثوجينيسي والباثوفيزيولوجي لمرض الـ FSGS اللي هو Focal Segmental Glomerulosclerosis، التصلب الكبي البؤري القطعي. بذكركم بسلايدات الباثولوجي اللي عرضنا حالتين منهم، ممكن تراجعوهم. أظن الحالة 3 والحالة 4 بيكون في عندنا تصلب قطعي segmental في اقل من نصف الكبه متصلب، اضافه ل اي جي ام ديبوزيشن ممكن يصير بمكان التصلب، هذا نون سبيسيفيك، سببه احتباس لجزيئات الاي جي ام الكبيره. بالمجهر الالكتروني ما بنشوف اميونو ديبوزيشن، وبنشوف الفوت بروسيس افيسمنت اللي هو ميحاء الاستطالات الخلايا القدميه. هذه سلايد ثاني، لاحظوا انه هي الكبه مصابه، هي يعني ما كثير شايف في اصابه، ربما الميزان جو نناقشه. هي الكبه تقريبا سليمه، شايفها سليمه، هي معظم الكبه مصاب. لاحظوا انه الاف اس جي اس بيبدا بسيجمنتال وبينتهي بتصلب كامل الكبه جلوبال. هون جزء من الكبه جزء صغير مصاب، هذه ملون السيلفرستين. فمرة ثانية راح يكون في سيجمنتال سكليروسس، لاحظوا هون هذا هو السيجمنتال سكليروسس، في الكابيلاري بتسكر وبصير في اكسترا سيلولار ماتيريال ديبوزيشن، وهذه المواد بتسكر مع بعضها وبتساوي تصلب بكامل الجزء. مرة ثانية هذه الكبة السليمة، هذه الكبة المصابة، هذا الجزء المتصلب من الكبة. لاحظوا الفوت بروسيس افيسمنت على كل على كامل الكابيلاري، لاحظوا اني هون الكابيلاري هي كيف الفوت بروسيس تبعها سليمه. شو هو بيصير بالاف اس جي اس؟ اساسا هو اذيه للخلايا القدميه، بودوسايت دامج. هذا الشيء لاحظوا هي الكبه السليمه، البودوسايت سليمه، الفوت بروسيس تبعها متوزعه بشكل سليم. بتبلش هون بالاصابه، لاحظوا الاصابه جزئيه ما هي شامله لجميع المناطق، طبعا تترقى تدريجيا. الخلايا القدمية بلشت تنفصل عن الغشاء القاعدي دي اتاشت، وممكن تنفصل نهائيا وتظهر بالبول، ممكن يصير في عليها ابوبتوسس، فهو عبارة عن دامج للبودوسايتس. ما في معقدات مناعية بتتواسط هذا الدامج، فهذا هو الـ FSGS. تذكروا معنا انه المينيمال تشينج ما بيكون في دامج للبودوسايتس، بيكون في ما بيكون في يعني ما بتتموت البودوسايتس، انما بيكون في اضطراب بيعملها، فقد الشحنة السلبية. ممكن ترجعوا لمحاضرة المينيمال تشينج. الممبرانس بيكون في اذيه بالخلايا البودوسايتس للخلايا القدميه، بس بيكون سببه وجود معقدات مناعيه ممكن تتشكل انسايتو او تجي من الدوران وتوصل للبودوسايت تعمل فيها اذيه. كمان ممكن ترجعوا للممبرانس اللي هو اعتلال الكبب الغشائي. حبيت اذكر بهذوليك المرضين مشان يكون نوع من المقارنه، مشان نعرف كيف شو عم يصير بكل مرض. فمرة ثانية البودوسايتس بتتعرض للأذية لأسباب مختلفة، حنذكرهم بالسلايدات الثانية، وهذا الشيء بيعملها دي اتاشمنت، بيعملها ابوبتوسس. بنتذكر انه البودوسايتس ما بتقدر تجدد نفسها فبينقص عددها، فلما بنوصل لرقم محدد اللي هو 40% 40%، فبتبدا بتكون الأذية ظاهرة، ما بيعود في إمكانية لبقية الخلايا تعوض عن نقص العدد بالبودوسايتس، وهذا الشيء بينتهي بالتصلب بالجلوميروسكلروسيس والتصلب الكبي. طيب ما هي آليات الأذية تبع البودوسايتس؟ حقيقة الـ FSGS سابقا كان يتصنف as a primary وسكندري، كان هذا البرايمري وكل الأسباب الثانية سكندري. هلا لا، صرنا نفصل فيهم، صار في 6 أسباب، وربما نضيف عليهم السبب السابع اللي هو الأذر جي ان، التهابات الكبة بالكلية الثانية. لما بيكون في عندنا ليبوس نيفرايتس بيكون في احيانا في بيصير في اذيه مزمنه بالكبه الكلويه او بالممبرناس او غيرهم، الاي جي اي كله ممكن يعملوا تصلب بجزء من الكبه. هذا ما بيغير التشخيص للاف اس جي اس، بيبقى التشخيص هو ممبرناس او غيره مع سكيروتيك ليجن. فخلينا نستثني هذا السبب ونطلع على الاسباب الستة الثانية. البرايمري بيكون في سبب مناعي عم يهاجم الخلايا القدمية حنستعرضه. الفيرال بيكون في سبب فيروسي، ميديكيشن او توكسين بتهاجم خلايا، ادوية او سموم بتأذي الخلايا القدمية مباشرة. الادابتف حنشرحه بالسلايد الثاني. الابو ال 1 بيكون في عندي تأهب وراثي بيحتاج لسكند هيت، لضربة ثانية لحتى يساوي الأذية. وبالجينيتك بيكون في عندي من الأصل في خلل مورثي، بيغيب أحد بروتينات الغشاء الخلايا القدمية والشق المشبكي وبتعمل الأذية بالخلايا القدمية، وبالتالي بيصير في الـ FSGS. فالأسباب الستة مجددا، البرايمري بيكون في عندي circulating factor
بيهاجم الخلايا القدميه وبيسبب اذيه فيها. الفاميليا الاوجينيتك، في عندي ميوتيشن، في خلل في غياب احد البروتينات. الفيرال اللي هو الاتش اي في، اشياء سبب للاف اس جي اس وخاصه الكولابسنج اف اس جي اس، النمط الانخماصي. بقيه الفيروسات اللي ممكن تعمل، في البارفو فيروس، في سي ام في، في الابشتاين بار، وحاليا مع الكوفيد 19، الكوفيد 19 احد اشكال اصابته للكلى انه يعمل كولابسنج جي ان. دراج انديوست، الهيروين ممكن يعمل اف اس جي اس، الباميدرونيت بيعمل نمط من الاف اس جي اس اللي هو الكولابسنج، وبقيه الادويه كلها هي ممكن تعمل اف اس جي اس. الانابوليك ستيرويد، انا شايف مريض كان ياخذ ستيرويدات مقويه لكمال الاجسام وانتهى بانه صار في اذيه كلويه واذيه كبديه وانتهى بانه زرع كبد وكليه، فالانابوليك ستيرويدز ممكن تعمل اف اس جي اس. الادابتيف اللي هو قلت لكم حاشرحه بهذا السلايد، هو نوعين. اما انه عدد النفرونات بدءا من الولاده عددها قليل، سبب مثلا انه في نقص وزن الولاده او البريماتوريتي، الخداج او غيره، هذا بيخلي عدد النفرونات قليل وبالتالي ما بتتناسب مع الطاقه المطلوبه منها، مع حاجه الجسم. بيظهر الاف اس جي اس باعمار متقدمه، بعمر بعد 30 او 40 سنه، بعمر الثلاثينات او الاربعينات. السبب انه هي الخلايا عددها اصلا قليل، بتعاود بتعمل نيفروميجالي، بتعمل ضخامه، بعد فتره ما بتعود تقدر، بصير ادابتيف، بعدين بصير مال ادابتيف، ما بتعود تقدر تعاود، وبالتالي بتنفصل عن غشاء القاعده او بيتعرض غشاء جزء اجزاء من غشاء القاعده وبصير في السكيروسيس. الحالة الثانية انه من الاصل الخلايا عددها طبيعي، لكن مع الزمن عم يصير في امراض عم تخلي الطاقة او الحاجة، العدد المطلوب غير متناسب مع المطلوب منه. مثلا في عندي ارتفاع ضغط مزمن، نقص ترويه مزمن، وان كان في خلاف عليه، يبدو انه بده يكون في ارتفاع ضغط شديد ليعمل سكليروتيك ليجن. الاشهر هو الارتفاع البداني، حقيقه مرضى البداني عاده للبدانة الشديده بتعمل بيلبروتيني وممكن تعمل سكليروتيك ليجن بالكليه. نفس المبدا انه بيكون في عندي النفرونات عم تتضخم، البودوسايتس ما بتقدر تتكاثر، بيصير في عندها ضخامه بالبودوسايتس، بس مع الوقت ما بتعود كافيه وبالتالي بتنفصل عن غشاء القاعده وبتعمل اذيه. اذيات القلب المزمنه، السيكل سيل، انيميا، كلها ممكن. الريفلكس بالمناسبه، النيفروباثي كمان بيعمل نقص بالخلايا مثلا بالايه الاولى، وبيعمل اف اس جي اس بالنهايه. البرايمري اف اس جي اس انه في عندي سيركوليتنج فاكتور، مثل ما شرحنا بالمينيمال تشينج، بتفرز الخلايا المناعيه، بيروح على الدوران، بيوصل للخلايا القدميه، بيعمل فيها اذيه مباشره او معقدات مناعيه بتتشكل او انسايتو، وبالتالي بتاذي الخلايا القدميه. لحد هلا ما قدرنا نحدد شو هو السيركوليتنج فاكتور بدقه، اللي هو عم يعمل الاف اس جي اس بالنمط المناعي. سابقا او من 10 سنين تم اقتراح السوبار، احد انماط، احد المركبات، انه هو هذا السيركوليتنج فاكتور اللي عم يعمل الاف اس جي اس. عدة دراسات اثبتت انه بيترافق مع الاف اس جي اس، بعدين في دراسات تانية اجت معاكسه انه لا، هو عم يترافق مع نقص الجي اف ار، يعني ممكن بالليبوس نفرايتس لما بينقص الجي اف ار السوبر يطلع، وبالتالي ما هو نوعي للاف اس جي اس، وبالتالي ما فيني اقول بثقه ان السوبر هو الفاكتور، ربما هو كونفاوندينج فاكتور. فالابحاث لا زالت مستمره. شو اللي بيثبت انه السيركوليتنج فاكتور هو اللي بيعمل البرايمري اف اس جي اس؟ البرايمري اف اس جي اس ممكن يستجيب للستيرويدات مثلا. برايمري اف اس جي اس اللي هو النمط المناعي بينقص بعد زرع الكليه، فاذا زرعت كليه لمريض اف اس جي اس ممكن لازم تراقب البروتين كرياتين ريشيو يوميا، ممكن المريض ينقص ثاني يوم او ثالث يوم، ولو نكس المريض وصار عنده بيلي بروتينيه شديده ممكن تنقذه بانك تعمل بلازما فريسس، وهذا الشيء بنعمله. فبنعمله بلازما فريسس مشان نشيل السيركوليتنج فاكتور وننقذ الكليه. فموجود السيركوليتنج فاكتور بس لهلا ما عرفنا بالضبط شو هو. الادابتيف شرحته، اشياء عشان نقول نقص وزن الولاده اضافه للبدانه عند الكبار. هلا الانماط النسيجيه لاصابه الاف اس جي اس، في خمس انماط نسيجيه حقيقه. النوت اذر سبيسيفايد هو النمط اللي ما بيكون محقق اي من الشروط السابقه.
من هدول في عندك البيري هايلر اللي بيكون فيه الصلابة قريبة للهايلوم للسرة مكان دهور الشريان أو الشرايين الوارد والشرايين الصادر. هذا بيكون مترافق عادة مع الفرط التروية اللي بيصير بالأدابتف، مثلا بيكون في عندك بدانة أو مطمئنة نقص مزي الولادة، هذا أحد أنماط الإصابة. التيب ليجن هو بيكون بعكسه، بدل ما يكون بالهايلوم بيصير بالتوبولار بول اللي هو القطب البولي، فبيكون في يعني صراحة صعب إنه نحن إني أنا كنمباثولوجيست إني أقدر أقرا التيب ليجن. بيكون في خلايا بيسموها فومي سيلز، اذا ما كانت عين خبيره صعب تقراه، بس لما بتشوف التيب ليجن بتقرير التشريح المرضي فهذا شيء جيد، علامه انذار جيده، لانه هدول المرضى بيستجيبوا عاده للستيرويدات. الكولابسنج هو بالعكس علامه انذار سيئه، لما بتشوف الكبه الكلويه كلها انخمصت على بعضها على المركز فهذه علامه سيئه، عاده بينتهوا بالقصور الكلوي النهائي. ذكرنا الاتش اي في كسبب، ذكرنا الكوفيد حاليا كسبب احد الاسباب، ومن الادويه ذكرنا الباميدرونيت. السيلولار بيكون في عندك هايبر، بيكون في عندك سكليروسيس، وبيكون في عندك فرط هايبر هايبر سيلولاريتي. كمان اني انا اقرا بثقة صعب، بس يعني هذا احد انماط الاصابة اللي ممكن الباثولوجيست يقرأ لك اياه. فهي الانماط الاربعة اللي مثلا هذا الكولابسينج، هذا التيب فاريانت اللي هو هدول بسموهن الفومي سيلز، هذا البيري هايلوم اللي هو الهايلر اللي هو قريب من السرة، لاحظوا مكان دخول الشريان، إضافة إلى السيلولار اللي هو بيكون في فرط تكاثر خلوي، إضافة إلى سكليروتيك ليجن. هذه مثلا يعني ما حرد ادخل بتفاصيل قراءة الباثولوجي، بس يعني نظرة سريعة ممكن تقرأوها. هذا سكليروتيك ليجنز، هذه مثلا تيب ليجن اجين مرة ثانية، لاحظوا الكبة تقريبا سليمة، ممكن لو ما دققنا عليها ما نشوفها، بدها شخص خبير صراحة ليقرأها. هذه مثلا بيري هايلر، إذا بتشوفوا سكليروتيك ليجن بهي المنطقة، لاحظوا الكبة الكلوية تقريبا سليمة بالجزء العلوي، هذه الكبة تقريبا متصلبة كاملا، لاحظوا انه مثل ما حكينا الـ FSGS يبدأ السيجمنتال وينتهي جلوبال. ليش حاطط هذا سلايد؟ مشان اذكركم بالانترستيشيوم، لاحظوا انه كل الكبب هون مصابه بسيجمنتال سكليروسيس حقيقه، مش جلو، ما انا شايف جلوبال، يعني ربما اصابات متفاوته بس كلها مصابه. بس لاحظوا انه الانترستيشيوم هون تقريبا ما انا شايف في فايبروسيس، وهذه علامه نوعا ما لصالح هذا المريض. فوجود الفايبروسيس بالانترستيشيوم هو علامه سيئه بغض النظر عن المرض الاساسي، هو اهم، ربما من اهم العوامل الانذاريه. ننتقل للنمط الجينيتيك، لاحظوا اني كاتب جنبه SRNS steroid resistant nephrotic syndrome. لاحظوا انه الجينيتيك عادة بيظهر عند الاطفال، عند الاطفال لما بتشوف nephrotic syndrome اطباء الاطفال عادة ما بيعملوا خزعة، لانه 90% من الحالات سببها الـ minimal change، وعادة بيكون steroid sensitive بيستجيب للستيرويدات، فالاستجابة للستيرويدات هي تجربة علاجية وتشخيصية بنفس الوقت، رغم انه بينكس طبعا لاحقا. بس لما ما بيستجيب معظم هدول المرضى بيكون عندهم اف اس جي اس، وغالبا لما بيظهر بالاعمار الباكره جدا بيكون جينيتيك اف اس جي اس. بنتذكر هذا الشكل حكينا فيه كثير، هذا جسم الخليه البودوسايت، هذه الاستطالات الفوت بروسيس، وهذا البيزمنت ممبرين. غياب احد هي البروتينات سكيليتون بنسميه الهيكل الخلوي، احد البروتينات حتى لو كان جزء صغير غاب عن هالبناء المعقد راح يعمل سكليروتيك ليجن، راح يعمل سكليروسيس. نفس السلايد السابق بشكل اخر، ما بعرف اذا فينكم تقروا هالرقم، 44 مورثه تم عزله لحد اعداد هذا الجدول، هذا الجدول ماخوذ من الجونسون 2019. بالاب تو ديت حاليا وصلت المورثات تعدادها الكلي ل 60 اللي قدروا يعزلوها بتسبب الجينيتيك اف اس جي اس. هدول 44 مورثه هن اوتوزومال ريسيسيف، وفي 8 ثانيات اوتوزومال دوميننت. ما بتوقعكم تحفظوهم جميعا، تذكروا انه اي جزء من الجهاز المعقد في تم عزل كل هالمورثات هذه، اي جزء منها
ممكن يعمل تصلب بكامل اذيه الخلايا البودوسايت، بيعمل تصلب، بيعمل سكليروسس. طبعا مو كله بنفس الشيوع، في شيء اشيع من الشيء كثير. ذكرت لكم النفرين، هذه المورثه ام بي ام بي اتش اس 1 هذه النفرين، والثاني الام بي اتش اس 2 هذه البودوسين. هل البروتينين هذول من اشع المورثات ممكن يصير فيهم غياب في اوتوزومال ريسيسيف، وبيظهر الاف اس جي اس بالاعمار الباكره بالاشهر حقيقه. طبعا هذه المورثه الشهيره مثلا، انتبهوا على المورثات اللي بتساوي الكوكيو انزيم كيو 10 تبع الميتوكوندريا، لانه غياب هي المورثات او غياب وجود طفرات عفوا بهي المورثات رح يعمل الـ FSGS اللي ممكن يستجيب لتعويض الكوكيو انزيم 10. لذلك تحديد النمط هذا، تحديد نمط الوراثة او تحديد المورثة المسؤولة ممكن يكون له فائدة علاجية. فالمونوجينيك كوزز حاليا بالاب تو ديت في 60 مورثة، كلها اوتوزومال. الريسيسيف تريت اللي هي المتنحية بتظهر بالاعمار الباكرة. الدوميننت اللي هي السائدة بتظهر بالأعمار المتأخرة نسبيا بأعمار العشرين لثلاثين سنة. الاستثناء منها هو الويلمز تيومر 1 اللي هي المورثة بتساوي FSGS أو جينيتك FSGS بأعمار باكرة جدا. الشائعات مثل ما قلنا النفرين والبودوسين، الـ PLCE1 كمان هي شائعة، هدول بيسببوا الأوتوزومال ريسيسيف. بينما الأوتوزومال دومينانت في عندك الـ INF2 الـ INF2 TRPC6 الـ ACTN4 هي كمان شائعة من الأشياء عند الأوتوزومال دومينانت اللي قلنا بيصيروا بعمر الشباب نسبيا عشرينات لثلاثينات. هذا المخطط بيشرح هاي الفكرة، او بيشوف مثلا هذه الويلمز، لاحظوا انها بتعمل بيك بالطفولة وممكن تعمل بيك بالشباب مرة تانية، بينما الاوتوزومال دومينانت هدول كلهم دومينانت بيظهروا باعمار الشباب باعمار 20 ل 19 ل 20 او 25 سنة، بينما الاوتوزومال ريسيسيف النفرين والبودوسين بيظهر باعمار باكرة باعمار الاشهر النفروتيك سيندروم. مثل ما قلنا لازم التشخيص الدقيق نعمله، هلا صرنا قادرين نعمله. يعني من قبل كان كشف العيب المورثي صعب، هلا صار اسهل واقل كلفه نوعا ما. فمثلا هدول المورثات المذكورات هون بيستجيبوا للستيرويدات والسايكلوسبورين، رغم انه نحن عم نحكي عن جينيتك وجينيتك اف اس جي اس، ممكن يستجيبوا ولو جزئيا للستيرويدات والسايكلوسبورين. مثلا هدول اللي حكينا عنهم تبع الميتوكوندريا بيستجيبوا للتعويض، او ممكن يخفف الاصابه تعويض الكوكيو انزيم 10. هاي المورثه بالذات تي ار بي سي 6 هذه ممكن تستجيب للكالسينيورين انهبيتر اللي هن السايكلوسبورين والتاكرولايموس، وبالتالي في فوائد علاجيه. النمط الاخير او النمط احد، ننتقل للنمط الثاني اللي هو الكولابسنج اف اس جي اس. حكينا هو المرتبط باللي بيصير بالاتش اي في، وبيصير بحاليا كوفيد والباميدرونيت. بيصير في عندي اذيه للخلايا القدميه مثل ما حكينا، بس لسبب او لاخر هذا النمط بيتحدى النظريه القائمه اللي بتقول انه الخلايا القدميه ما بتتكاثر. فهذا النمط بيعمل شغله بيسموها دي ديفرنشيشن للخلايا القدميه للبودوسايتس. ممكن يصير في عندها تكاثر، لحد الابحاث قائمه انه ليش عم يصير في هذا الشيء الكولابسنج، كيف تاثيره على الخلايا القدميه بالذات. طبعا بينتهي بانه بيعمل اذيه، بيعمل ابوبتوسيس وغيره. هذه الكبه السليمه، هذه الكبه المصابه بالكولابسنج جي ان. مثل ما قلنا في سكليروتيك ليجن، ولاحظوا انه شو عم يعلق، فيسكرال ابيثيليال سيل هايبربليزيا، في فرط تنسج بالخلايا الظهاريه الحشويه اللي هي الخلايا القدميه. فهذا بيميز هذا النمط من الاصابه. طبعا هذول المرضى بينتهوا عاده بالقصور الكلوي النهائي وما بيستجيبوا للعلاج. هذه كولابسنج اف اس جي اس. ما بعرف اذا كنتوا شايفين الخلايا البودوسايتس المنتفخة او الهايبرتروفايد او هايبربليجيا مثلا، ممكن تدقوا اكثر معي. مثل ما شرحنا بالكيس انه هدول بيميزوا انه بصير في عندهم تيبولر اتروفي، في ضمور بالخلايا بالتيوبس، وبصير في مايك في توسع بغيرها، بصير مايكرو سيست وبتتعبى بمواد بروتينيه ايوزينيه. بيميز
الإصابة بالكولابسينج جي إن الناتج عن الإتش آي في بيميزه هذه الأشكال، هذه الغشاء القاعدي، هذه البودوسايت، هذه سب إبيثيليال. فهذه بيسموها تبولار ريتيكولار انكلوجنز، اللي هي توسعات للشبكه الداخليه، اظن هيك هي. فهي بتحدث نتيجه الانترفيرون، بيسموها الانترفيرون فوت برينت، يعني طبعه الانترفيرون. فهي مميزه للاصابه بالاتش اي في، هذا اتش اي في بيشنت، ومميزه للاصابه بالليبوس نفرايتس، هذا مريض ليبوس نفرايتس. فلاحظوا هي الاجسام، لاحظوا انه في عندك هذا الغشاء القاعدي، في عندك سب اندوثيليال ديبوزيتس هون، فهذا مريض ليبوس. فلما بيشوف هاي الاشكال بالامتحان فهو اما اتش اي في او ليبوس نفرايتس او علاج بالانترفيرون الفا. اخر نمط من اصابه بالاف اس جي اس هو الابو ال 1. الابو ال 1 هو الابو ليبوبروتين ال 1، هو احد الابو ليبوبروتين اللي بيكون محمول او مرتبط بالاتش دي ال حقيقه. فهو جزء من المناعة الطبيعية بجسم الإنسان تجاه التريبانوزوما. التريبانوزوما هو هذا الطفيلي، فهذا الطفيلي بياخد ال HDL ومحمول عليه الأبو L1 بياكله. هذا الأبو L1 بيروح بيتحرك باتجاه الأعضاء الداخلية للتريبانوزوما للطفيلي، هذا بيعمل ثقوب هيك، أخذ ال HDL، ربما هي أوضح، أخذ ال HDL وأكل الأبو L1. الأبو L1 انتقل للميتوكوندريا، للجدار الخلوي، للأعضاء الثانية، وعمل فيها الثقوب. هي الثقوب بتنقل الإلكترولايتس مثلا كلورايد وغيره، وهذا بيخرب أو بيعمل حل للتريبانوزوما. فهو مناعة طبيعية تجاه التريبانوزوما. الطفيلي ما عاد ساكت، على مدى الزمن طور مقاومه للابو ال1، فصار بدل ما الابو ال1 ياكل الطفيلي ويعمل فيه ثقوب، صار الطفيلي في انواع جديده من الطفيليات، تريبانوزوما بروساي، روتزينسي، والجامبونزي، هدول النمطين صاروا يقدروا يقاوموا الابو ال1، فبيدخل الابو ال1 وبيتخرب جواتهم، والطفيلي بيبقى سليم، وصاروا قادرين يعملوا مرض النوم مره ثانيه. الطفيليات هدول بيعملوا مرض النوم. طيب، جسم الانسان ما قدر يقعد ساكت، كمان طور طفرات على الابو ال1 جين. فهذه مورثه الابو ال1 موجوده على الذراع على صبغه 22، ما اذكر الذراع الصغير او الكبير. فصار في طفرتين على هذا البروتين، بسموهم جي 1 والجي 2. لما البروتينات الناتجه عن الابو ال1 الناتج عن جي 1 او عن جي 2 بيكون مقاوم للطفيلي، فالابو ال1 الاصلي بيكون قادر انه يحل الطفيلي. لما الطفيلي شكل المقاومه للابو ال1 صار يقدر ينفد من الابو ال1 الاصلي. لما الابو ال1 طفر، عمل طفره جديده، صار يقدر يقاوم الطفيلي من جديد ويقدر يعمل له حل. ربما الاستثناء هو الجامبونزي، لهلا حتى النمط الطافر ما بيقدر يتغلب عليه، وهذا السبب باستمرار وجود مرض النوم. شو لي علاقه انا كطبيب كلي بهذا الكلام؟ انه لما بيكون المريض او الشخص حامل هي الطفره اللي هي جي 1 والجي 2، بيكون عرضه اكثر للاصابه بامراض الكليه اللي هي الاف اس جي اس. فالنظريه بتقول انه هاي الابو ال1 الطافر بيروح على الخلايا القدميه، وممكن يعمل اذيه بالاعضاء الداخليه للخلايا القدميه، مثل ما اذى التريبانوزوما، ممكن يروح على الميتوكوندريا، على الاندوبلازميك ريتيكولوم، على غيره، على الغشاء الخلوي، بيعمل فيه اذيه مثل نفس المبدا. طبعا مو كل اللي عندهم هذه الطفره راح يصير عندهم نفس المرض، يعني اللي لازم يكون في سكند هيت، لازم يكون في ضربه ثانيه. فاللي عنده هي الطفره بيكون معرض اكثر للاصابه بالامراض الكلويه، بيجي ضربه ثانيه اتش اي في مثلا، او ليبوس نفرايتس او غيره، او ليبوس عفوا، بيروح على بتكون احتمال اصابه الكليه اعلى بكثير. ففي ارتباط وثيق بين الابو ال1 مع الهايبرتنشن اسوسييتد اند سيج كيدني ديزيز، مع الاف اس جي اس، مع الاتش اي في نفروباثي، مع ليبوس نفرايتس. شو اللي ما له مذكور هو الديابيتك نفروباثي. الديابيتك نفروباثي لسبب او لاخر ما له علاقه بالابو ال1. الابو ال1 ما بيزيد من نسبه حدوث الديابيتك نفروباثي.
بمرضى زرع الكليه اللي هن يعتبروا مثال جيد لاستنتاج ربما المختبر حي على البني ادمين. لما بناخذ كليه من شخص هاي ريسك دونر، يعني شخص متبرع كلاوي سليمه لكن عنده المورستين الطافرتين، الكليه المزروعه اللي هي كليه سليمه اصلا لما بتاخذها على الريسيبيانت بيكون نسبه السرفايفل تبعها او البقاء تبعها اقل من غيرها، اقل من الكليه الطبيعيه من اللي اخذينها من شخص طبيعي. بالمقابل لو دونر شخص ما عنده اي مشكله بالابو ال 1، ما عنده المورثه الطافره، اذا تبرع بكليته لشخص ابو ال 1 مثلا وفقد كلاوي، اعطيناه كليه من شخص ما عنده ابو ال 1، هاي الكليه الجديده ما بتكون فيها مشكله وبتعيش مثل مثل غيرها. هذا بيدل انه نوعا ما انه الابو ال 1 اللي بالمصل ما هو المشكله، يعني هذا الهاي ريسك عنده ابو ال 1 بالمصل، الكلاوي تبعه خالصين. فزرع الكليه عنده ما عم يسبب اذيه للكليه الجديده. بالمقابل الريسيبيانت اللي اصلا ما عنده ابو ال 1 واعطيته كليه فيها ابو ال 1 او من شخص فيها ابو ال 1 فالسرفايفل تبعها اقل. فهذا ربما بيقلنا انه السيركوليتنج ابو ال 1 ما كثير له دور، رغم انه في هذا الحكي عليه ديسكشن مستمر او نقاش مستمر. فباختصار في عندي مورثه بتصنع الجي 1 اللي فيها طفره جي 1 جي 2، لما ما بيكون الطفرة موجودة نورمال ابو ال 1 ممكن يا الشخص ينصاب بالتريبانوزوما، لما بتصير معه الطفرة بصير مقاوم للتريبانوزوما لمرض النوم، لما بصير معه مورثتين طافرتين بصير كمان مقاوم لمرض النوم لكن بزيد نسبة الامراض الكلوية. مين هن الاشخاص اللي عندهم هي المورثة؟ هن الاشخاص اللي جايين او منحدرين من نسل غرب افريقيا. هي المنطقة هي اعلى منطقة لانتشار هي المورثة، والسبب هو انتشار مرض النوم فيها. فالعرق الاوروبي مثلا ما عنده هي الطفرة لانه طلع من افريقيا من اكثر من 10,000 سنة، هذا الكلام نحكي بتطور بقى. فالاشخاص اللي جايين من منطقة غرب افريقيا هن الاشخاص المعرض اللي حاملين او نسبة حملهم للطفرة اعلى، وهذا الشيء بيشمل الافريكان امريكان المجتمع الامريكي الاسود، وبيشمل الهيسبانيك حتى الاشخاص اللي من العرق جايين مثلا من الكاريبي وغيره، لان هدول كلهم اختلطت انسابهم او اختلطت مورثات مع هاي المورثات الجاية من هاي المنطقة. لازم نختم محاضرتنا بذكر الديفيوز ميزانجل هايبر سيلولاريتي. هذا الحكي حكينا لما ناقشنا المينيمال تشينج، بيكون في عندي فرط خلوية ميزانجيمية ممكن يصير في اي جي ام ديبوزيت بنسميه اي جي ام نفروباثي، وفي شيء بنسميه سي 1 كيو نيفروباثي اللي هو كمان ترسب لسي 1 كيو. هدول المرضين الكثيرين بيعتبرون امراض مستقله لكنهم بتصنفوا احيانا مع الاف اس جي اس سلاش مينيمال تشينج، علاجهم بالستيرويدات، فربما هلا بيندرسوا معاهم وبيحملوا كثير من صفات المرضين الاساسيين. هيك بيكون خلصت المحاضرة، أتمنى أن تكون أعجبتكم. إذا أعجبتكم لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب بالقناة، وإن شاء الله يا رب نلتقي بمحاضرات قادمة.